بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: متى يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا يجوز أصلا، لأن العصر ليست من جنس الجمعة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العصر والجمعة. لما نزل المطر وهم في صلاة الجمعة، المطر الغزير، ما جمع العصر معه صلى الله عليه وسلم.